هذه اللحظة مقدمة لكم من طرف دير الديك. التحقوا بنا على دير الديك بوائما. دير الديك، دير الخير تلقاه. بالنسبة لي الخير هي بحالة كتصاوب واحد الطريق وكتفتحها باش يدوزوا فيها الناس، ولكن ما كتشعرش باللي انت أول واحد كيستافد منه. لحظة دير يديك جمعتنا مع شباب قلبهم كبير ومسارهم زوين بزاف، غادي يشاركونا عملهم ويحكيوا لنا على القصص ديالهم. اليوم غنزور مدينة مراكش والنواحي، نخليهم يحكيوا لنا على التجربة ديالهم. هي هكا دايرة، ما عدلاش بيناتنا. الإنسانية واحد الحاجة ما كتعطاش لكل شيء. إلا كان عندنا غير في واحد 60 أو 70% ديال الناس في العالم، لو كان العالم ديالنا غير على دابا. ابتسامة مراكش، عرفوني براسكم. صوفيا. صوفيا. خديجة. منين جات هاد الابتسامة؟ مراكشيين معروفين بالابتسامة. أيه. كنا بالك خلقوا ابتسامة أخرى غير الابتسامة ديال النكتة وباش معروفة مراكش. نخلقوا ابتسامة إنسانية. شكون اللي عاونكم باش ديروا هاد الجمعية؟ جينا غير بديزاكتيفيتي اللي هما صغار، يعني نمشيو غير للسبيطار نفرقوا حويجات اللي هما بزاف. كيفاش حتى خلعتوا الناس الآخرين باش يشاركوا معكم؟ تيقول لك زوين هادشي اللي كيديروا، حتى أنا بغيت ندخل معكم، كيفاش ممكن نخرج معكم؟ مراكشيين راه ساهلين ينسجموا. صراحة في العمل الجمعوي كناخذوا أكثر كنعطيك، كناخذوا فرحه معانا. كتمشي واحد ما بينك وبينه والو، غير كتحني عليه دير له غيديك ديال هكا، راه كتعني ليه بزاف. طريقه باش كتعطي، يعني فاش كتعطي بحب وكتعطي بسخاء وكتعطي من قلبك كيوصل. الا كنت بغيت نقول بغيت نكون شي حاجه، بغيت نكون سفيره ديال الخير. كنقول انا العمر راه مجرد ارقام، حنا مازالين صغار، يعني بيدنا نديرو، وان شاء الله علاش لا غتشوفونا واحد النهار سوغيغ دو موند. هذه اللحظة قدمت لكم من طرف دير الديك بشراكة مع دزامة. التحقوا بنا على دير الديك بوائما. دير الديك، دير الخير تلقاه.